أبناء الأعزاء، طلاب الدروس الحاسب الآلي والتكنولوجيا بمحافظة الفرع الأولى، نتابع المحاضرة الثانية في مادة الرياضة والحاسب الآلي، وهنتكلم في المحاضرة عن الدوال الرياضية Mathematical Functions in Excel. طبعا أنا عندي مجموعة من الدوال المنطقية، لازم أعرف كل ده السنتكس بتاعتها بتتكتب إزاي. على سبيل المثال ثلاث القيمة المطلقة اللي هي بتساوي أبس أبسوليوت فاليو أي بي أس، تكتبها صغيرة حروف صغيرة حروف كده ما تفرقش، والرقم بتاعي أو الحالية اللي فيها الرقم اللي أنا عايز أحسب له القيمة. على سبيل المثال لو الرقم الأولاني سالب 2، أنا هقول له الفورمولا بتاعتي بتساوي أبس 2 الخلية اللي فيها سالب 2، هيديني الناتج بتاعها 2 بتداول الشهر، ولو هي برضه زائد 2 هيديني 2، سواء كانت رقم كسري أو رقم صحيح، أي رقم هيدخل في الدالة ديت هيرجع بنفس الرقم بس بدون إشارة. إذا دخلت نص زي أي نص هتديني فاليو. الدالة بتاعت القيمة الأعلى اللي هي بنسميها سيلينج بتديني أقرب رقم أعلى من الرقم المستخدم وباستخدام ضعف أو قيمة الجوهرية. على سبيل المثال السنتكس بتاعي بيساوي سيلينج الرقم اللي أنا عايزه أحسب له السيلينج أو الخلية اللي فيها هذا الرقم، وبعدين السيجنفكنس بتاعته اللي هي مضاعف القيمة الجوهرية. على سبيل المثال لو انا عايز اعمل سيلينج للرقم 2 العلامه 1 2 3 4 5 6 7 لحد 9 العلامه 0.01، يبقى معناه ان انا عايز احتفظ بالرقمين 2 بس بعد الايه العلامه، فهيستخدمها العلامه 2 العلامه 1 2. طبعا رياضيا الثلاثه لو اتلغت مش هتعمل تقريب، بس انا بعمل سيلينج فبرفع لاقرب رقم بعد العلامه 12 يبقى العلامه 13 وهكذا.